تتواصل أنشطة وفعاليات مهرجان العيد الذي تنظمه وزارة شؤون الإعلام بالقرية التراثية بمجموعة من البرامج المسلية والممتعة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالتراث البحريني. بالفعل، فقد شهدت هذه الفعاليات إقبالا متزايدا من الزوار من داخل وخارج المملكة، حيث أمتعت الحضور وعادت بهم إلى الزمن الجميل، إلا أن الفرق الشعبية والأغاني التراثية كانت متربعة على عرش المتعة في القرية. أغاني تراثية وألحان ومعزوفات متميزة أخذت زوار القرية إلى ذلك الزمن الجميل قدمتها الفرق الشعبية في القرية التراثية بأسلوب بحريني متميز لفت أنظار الحضور وأطرب مسامعهم، فتمايلوا على تلك الألحان القديمة المتجددة طربا. حقيقة لفت انتباهي نقطة مهمة جدا معكم في البحرين، أنكم واكبتوا التمدن وحافظتوا على الموروث الشعبي بأصالته بفنونه بتقاليده. اللي نشوفه اليوم في مدينة عسكر مبهج بشكل جميل جدا، الموروث، التقاليد، الفنون، الفرقة الشعبية، كل شيء إضافة جميلة في نفوس الأجيال الجديدة، بصمة بحرينية أنتم حافظين عليها يعني مميزة من بين دول الخليج. طبعا الاغاني التراثيه والمكان التراثي اول مره نشوفه احنا، ومثل ما تشوفون الاغاني ما شاء الله عليها، ما عليها اي كلام، يعني احسن من الاول ما في صراحه. للحين يعني محتفظين في تراثنا وهذه الذكريات الزمان الاول، ها، والفرق الشعبيه الله يطول بعمرك اللي محتفظين للحين باغاني التراثيه الشعبيه للحين يعني. ويا ليت ان يعني هالمناسبات تعود كل سنه وكل سنه ان شاء الله. الفرق الشعبية البحرينية احتضنت الفن البحريني بمختلف أنواعه، وحرصت كل الحرص على الحفاظ عليه ونقله إلى الأجيال القادمة من خلال عزف تلك الموروثات في مختلف المناسبات والمهرجانات الوطنية، لتستعرض من خلالها الإرث الفني والتراثي لمملكة البحرين. المفروض يعني هذه ما يندثر، فاحنا اللي صاير ان بعض الدور وبعض الشباب محافظ على الموروث هذا يوصله للاجيال القادمه. هذه كلها اشياء تراث المفروض يتحافظ عليه وما يكون منسي. فهذه احنا الجماعه بارك الله فيهم قد ما يقدرون يوصلون هالشيء للاجيال القادمه. لابد ان احنا نحافظ على الموروث الشعبي اللي ما له اول ما له تالي. احنا من الجانب الموسيقي اهتمينا في الموروث وقدمناه على موسيقى متطوره، حالنا حال الفنانين الموجودين في البحرين. الموروث الشعبي موجود، الدار موجود في البحرين لحد الان. الفنون الشعبيه في البحرين تتميز بطابع التنوع والاختلاف والتجديد، وذلك في الأداء والإبداع الفني الذي تقوم عليه الفرق الشعبية البحرينية. تلعب الفرق الشعبية دورا كبيرا في إحياء الموروث الشعبي لما له من دور كبير في الحفاظ على الهوية الوطنية البحرينية، فكل ما يتم تقديمه في أمسيات القرية التراثية يمثل عراقة الفن الشعبي بأنواعه المختلفة. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.